بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء الرباني الذي نتمنى من الله تعالى أن يحملنا إلى باب من أبواب الجنة. وأذكر المستمعين الأفاضل بأن هذه الحلقة تداع مباشرة على أثير إذاعة ميد راديو، وأيضا نرحب بكل السادة المشاهدين والمتتبعين على الصفحات الرسمية لإذاعة ميد راديو من خلال الفيسبوك وبقية مواقع التواصل الاجتماعي. أيها الأحبة الكرام، موضوعنا لهذه الليلة نريد أن نخصصه للحديث عن رزق من السماء. رزق من السماء، هناك أرزاق تأتي من الله سبحانه وتعالى بلا تعب ولا شقاء. إذا كان العبد المؤمن من الذين يملؤون قلوبهم بمحبة الله جل جلاله، إذا كان العبد المؤمن يضمر في قلبه الخير والرحمة لغيره من المؤمنين، إذا كان العبد المؤمن لا يمد عينيه إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، إذا كان العبد المؤمن دوما يمد يديه للخير لكي يساهم مع الآخرين، بهذه الصفات المتكاملة فإن الله سبحانه وتعالى يجعلنا ننخرط فيما يسمى بصندوق التعويضات الإلهية. موضوعنا هذه الليلة أيها الأحبة الكرام رزق من السماء، وهو يحكي عن قصة المساهمة والمشاركة والاستفادة في صندوق التعويضات الإلهية. قد يبدو هذا الأمر غريبا على أصحاب العقول النيرة، لكنني أخاطب أصحاب القلوب المستنيرة بنور الله، فإنهم سوف يتذوقون وسوف يقتنعون وسوف يذعنون. شكرا. أيها الأحبة الكرام، قصتنا لهذا اليوم هي قصة إنسانية، قصة واقعية. بطلها شخص مغربي يسمى بالعيد، واحد الرجل من أهل الله، رجل أمازيغي، رجل معقول، عنده أغرس، رجل متقي رب العالمين، مرضي الوالدين، وكيعتمد على عرق جبينه، ودائما مدد الخير وقنوع بما قسم الله له. أخونا السي بالعيد يشتغل في إحدى المحلات التجارية البسيطة، يمتلك محل تجاري في إحدى الأسواق الشعبية، وهذا الموقع ديال هذا المحل ممتاز، لكن بالعيد لا يستفيد من محله التجاري. عنده واحد مجموعة ديال المواد البضائع كيبيعها اللي هي يابالية، والمحل شبه فارغ، والناس اللي كيجوا عنده معدودين على رؤوس الأصابع. مجموعة من الأصدقاء ديالو قالوا للسي بالعيد لابد أن تعيد الاستثمار، المحل التجاري اللي عندك ممتاز، راه تتواجد في واحد السوق شعبي اللي ممكن تستغل هذه الوضعية وتربح فلوسات زايدين. خاصك تصوب لافيترين، خاصك تنوع من البضائع المعروضة، خاصك تملأ الأمام ديال الدكان باش تثير أنظار الزبائن، خاصك تتعامل مع الزبائن بالكريدي بالتي هي أحسن. هذه كلها مجموعة أشياء ممكن أنك تعمر المحل وزيد القدام. لكن السي بالعيد كيقول لهم لا قدرة لي. لو كان عندي 5 ملايين، 5 ملايين فقط، راه ممكن هذا المحل نردو جنة. 5 ملايين لو كانت عندي نصب الفيتخين ونعمر بالسلعة ونبيع ونشري وندير نطلق الكليان بالكريدي ويجيب ربي التيسير، ولكن شكون اللي غيسلف غير 5 ملايين؟ وبقى السي بالعيد قنوع عايش مدة طويلة على هذه الوضعية. في أحد الأيام من اللي اقترب العيد الأضحى،
سيب العيد براحته هو بحال الناس كلهم يشري الاضحيه ديال العيد. قلب المجر ديالو لقى بانه شبر فارغ، يلا عنده تقريبا واحد 1500 درهم. هذا كل ما استطاع انه يوفره من هاد الشهور الطويله من العمل والكسب. كل نهار يلا كيدخل 30 درهم 40 درهم 50 درهم، هذا هو جهده. وكيوفر وكيعيش بالقليل، وفي الاخير لقى راسو يلا وفر 1500 درهم وبغى يشري الاضحيه كي غيدير. لكن رجل تقي ورجل مبارك ورجل دائما كيقدم يدو الخير. حاشا وكلا، ان الله جل جلاله الذي عنده خزائن السماوات والارض ان يتركه بلا شيء. سيب العيد ملي قرب العيد عيد الاضحى المبارك مشى للسوق يتحرى السوق ديال المواشي وديال الغنم لعله وعسى هنالك يلقى شي كبش صغير ويشري الماء للدار، وغادي بديك 1500 درهم اللي عنده في جيبه. حينما وصل وغادي كيتسرى في الرحبه وكاين الزحام، الرجال والنساء والشناقه والاطفال والحماله، هو يلقى واحد المراه لابسه البيض واقفه حشوميه، عرف بان مات لها الراجل. اللباس الابيض عندنا في المغرب عرفون كنفهموا منه بان المراه مات لها الراجل. بقات فيه قال لها عظم الله اجرك الشريفه، اش كديري هنا؟ قالت لي بغيت نشري شي حولي ولكن راه ما قادراش وعندي ودات صغار بدات تبكي. بقات فيه قال لها بلاتي بلاتي انا نتعاون معك، انا غنمشي معك تشري حولي. هو كيقصد انه غادي يتعاون معها في اليد، انه غادي يهز معها ويحط معها ومشي يتشطر مع البيع والشرايه والشناقه، هذا وجهده. غيتعاون معها بعرق الجبين، وهي كتظن غيتاوى معها انه غادي يساعدها يعني بالفلوس. مشى اخونا السيب العيد مع المراه ودخلوا الرحبه ديال الغنم وبدا كيقلب هنا وهناك، ما لقاش شي حولي بداك الثمن. هي بغات غير حولي صغير غير ترضي به ولادها الايتام. حتى لقاو واحد خريف على قد الحال تاوى مع الشناقه، لقى في الاخير حوالي 28000 ريال. هذا هو بعد مداولات وبعد اخذ ورد وصل هذا المقام. ملي قال المراه قال لها اري نخلص مول الحولي، قالت لي راه ما عنديش ياك انت قلتي لي اجي نتعاون معك. قال انا بغيت نتعاون معك زعما غير بعرق جبيني وبيديا وبوجهي وبالكلام ماشي بالفلوس. قالت لي انا راه ملي ما عندي والو، انا راه جايين على باب الله تعالى. فالسيب العيد تحرج، اش غايدير؟ رجل فاضل مباشرة جبد ديك 150 الف فرنك اللي عنده، ديك 30 الف ريال، خلص 28 للمول الحولي، ومن بعد قال لها هاد 100 درهم غتبقى خوضيها، شري بها فخر وشري بها الإقامة وباش تهزي الحولي، وسلم عليها ورجع في حالته. اللي ما عنده زهر راه ما عنده زهر. رجع السيب العيد حزينا، دخل المحل التجاري ديالو في السوق الشعبي، كيبان لي المحل ما فيه ما يتباع، عنده شويه ديال البضائع واخا يبيعها اش غتجيب ليه؟ بقى غادي حزين هكذا، الناس كيبيعوا حوله وكيشريوا، محله ما فيه تجاره، حزين يمد يده الى السماء. ملي ود العشاء توضى صلى تما في الجامع حدا المحل ديالو، رجع باش يسد الريدو. هذيك اللحظه اللي بغى ينصرف فاذا بواحد السيد صديقه من ايام زمان، سي مصطفى، كان من المهاجرين يتسموا الزماقريه، دوك الناس اللي مشاو ايام زمان الى فرنسا، عفى عليه الله تعالى ومشى لديك الارض السعيده ودار الفلوس ودار لاباس. وكان مره كيجي في شهر 8، هو عنده الموعد ديالو شهر 8، كيجي للمغرب دايما بالسياره فخمه مع الزوجه ديالو وشي وليدات، وكيتهلا في العائله وفي الحباب والجيران، وكيبتسم ويعنق ويعطي الهدايا، هذه رويحه هذه كرافطه هذه مكانه، ديما محبوب عند الناس سي مصطفى، رجل كريم. فاذا به غادي يجي عند السي بالعيد، يلا غادي يسد الريدو، غادي يوقف عليه السي مصطفى، اهلا وسهلا. شكرا. جا زربان السي مصطفى، قال لي السي بالعيد انا قصدتك في واحد الخدمه والمقصود الله تعالى. قال لي انا غادي مسافر زربان وعندي واحد الامانه مهمه، عندي واحد 5 مليون راكني بغيت نمشي نديها للبنك نحطها، لقيت البنك سدات وجاني سفر مباغت، وغدا مع الفجر خصني نشي الطياره، وهاد 5 مليون لا اثق في احد نخليها عنده الا انت السي بالعيد، عارفك بانك رجل فاضل رجل صالح
ورجل ثقة. الله يرضى عليك إلا ما إلا ما إلا ما صبر معايا وقف معايا. خلي عندك هاد 5 مليون أمانة، راني ما نقدرش نرجع حتى لشهر 8، راك عارفني أنا لا خطاني شهر 8 ما نقدر نجي للأرض أرض البلاد. فسعيد سي بلعيد تعجب، خد ديك 5 مليون والآخر سلم عليه بالزربة وقال لي بقى تشرب كويستين. قال لي ما مساليش، مشى كيجري السي مصطفى اللي هو مهاجر، وسي بلعيد بقى شاد 5 مليون شغندير ليها. رجع للدار ديالو كيفكر كيفكر فين غنخبيها، إلا خبيتها غيديوها ليا، كي غندير بهاد الفلوس؟ كيخمم كيخمم، رجع نعس ويقول لحل ربي كرمني بهاد 5 مليون نتاجر بها. ملي دوز عام شهر 8 المقبل يجي السي مصطفى من اوروبا من فرنسا يلقاني وجهتها ليه، وفي عين ويزعم خد ديك 5 مليون قال يا ربي تسمح ليا، ومشى للسوق هو يشري البضائع، وجا للحانوت صوب الفيترينا وقاد الواجهه وحلق على المسائل، ولا الحانوت بهجة، ولاو الناس اللي كيدوزوا من تما يتوقف يستوقفهم جمال الحانوت والإضاءة والإنارة والجمالية والصباغة والبضائع متنوعة. اللي بغى يشري حاجة كيشري 4 5 لأن زي المكان. فعلا قرب العيد لقى دوك الفلوس اللي عنده، حتى هما أول مرة غيتهلا في العائلة وغيشري كبشا أملاحا أقرنا، وجابوا للعائلة ودوز العيد وقال دابا ربي فرج. فعلا بدا السي بلعيد كيبيع وكيشري، ومع الموسم ديال عيد الاضحى كان ديك الساعه جاب مجموعه مواد استهلاكيه كيبغيها المستهلك، فالرواج ظهر غادي خدام مزيان. مع الصيف عاوتاني نوع البضاعه اللي كيبغيها المستهلك، مع الدخول المدرسي نوع جاب البضاعه اللي كيبغيها المستهلك، وهكذا هو كيدور مع الزمان. فملي قلب لاكاس لقى الخير غادي وكيزاد، كيزاد الخير. كملت 10 شهور لقى السي بلعيد بان الحمد لله 5 مليون راس المال اللي سلفو داك السيد ما سلفوش، قال لي خلي عندك امانه ها هي كامله مكموله، جمعها ومشى خباها في واحد المكان امن، وقال غير يظهر مول الامانه نعطيها ليه. والخير زاد عند السي بلعيد الحمد لله، وربي فرج عليه والبركه وتيسير. فعلا بقى السي بلعيد خدام كيتسنى شهر 8، غادي يجي شهر 8 وكيتسنى بفارغ الصبر، وضع يده على قلبه غادي يجي السي مصطفى باش نعطيه الامانه نحيد عليا. الرجل هو اللي يعطي يرد الامانه لاصحابها، باغي يعجل. لكن في شهر 8 بقى كيتسنى ويعاود يتسنى يوم بيوم اسبوع باسبوع، حتى شرى شهر 8 والسي مصطفى اللي هو من فرنسا خصو يجي ما جاش. والسي بلعيد بقات عنده ديك 5 مليون، قال دابا فات شهر 8 السي مصطفى ما غيجيش، اش غندير بهاد 5 مليون عاوتاني؟ قال نعاود نروج بها اقتصاديا. مشى عاوتاني شرا سلعه، دار واحد المحل اخر دار فيه واحد الريدو، جاب واحد المستخدم حطو فيه تمايا، بدا الرواج كيزيد الرواج كيزيد، تبارك الله ولا عنده 2 ريدوات، ولاو عنده 2 ديال المدخولات كبار، والخير عما عليه، وجاب واحد 2 3 الخدامه صغار يخدموا معاه، والحماله كيبيعوا ويشريوا، والرواج كثر عن السي بلعيد. وبقى العام كله هو غادي هكذا يستغل المناسبات الاقتصاديه، ها عيد الفطر، ها رمضان، ها عيد الاضحى، ها الحج الاكبر، ها الدخول المدرسي، هو كيدور مع الدائره. اي حاجه كيبغيها المستهلك هو كيشريها وكيبيع، وربي كيجيب التيسير، وكيتساهل مع الناس بوجه مبتسم، وكيدير الطلق مع الضعفاء، وغادي الخير. حتى داز العام كله وجا شهر 8، جا السي بلعيد كيتسنى، قال دابا غيظهر السي مصطفى مول الامانه، مول الامانه كيظهر كيتسنى في دابا يجي دابا يجي، ينتظر بالاسبوع بالاسبوع بالنهار بالنهار، حتى انقضى شهر 8 شهر غشت ما جاش. عاوتاني بقى ديك 5 مليون حاصله في السي بلعيد، كيقول هذه امانه خاصني لابد نردها لاصحابها، يا ربي انت غير هذا السيد هذا. كيتسنى قال ودابا روجت غنزيد في الرواج. زاد في الرواج تبارك الله، وسع التجاره ديالو ولا الخير يعم عليه وعلى غيره، ودار شبكه ديال البيع والشراء، ولا رجل مبارك عنده حتى هو شاحنه ديال النقل، عنده عربات صغيره ديال النقل كيوزع البضاعه هنا وهناك، خدم مع مجموعه ديال الشباب العاطل، وبدا كيتسنى هذيك 5 مليون خصها ترجع لمولاها. ملي
داز العام وجا العام الثالث وقرب شهر 8 السي بلعيد بدا كيتقلق وكيتشطم، خصو يقلب على هذا السيد، كيقلب عليه في الحومه، كيقلب عليه عند العائله، حتى لواحد النهار هو دايز من السوق هو يبان ليه السي مصطفى هو والزوجه ديالو. اهلا السي مصطفى، يا الف مرحبا، لاباس عليك؟ قال بغى يتكلم مع الزوجه ديالو، حشم. قال ربما الزوجه ما في خبرهاش ان زوجها عنده هذا المبلغ وحطوا امانه، ياك ما تقلق عليه. قال بلا ما نتكلم معاه دابا. وشاف السي مصطفى ما تكلمش، ما جبدش 5 مليون، تعانق هو وياه، سلموا بخير، خلى حتى المرات شغلات وجروا على جنب. قال السي مصطفى الامانه ديالك اللي سلفتيني راه هي عندي، وتعطلت عليا خويا، راني ما كيهنيش النعاس، راني مرتاح حتى نرد لك الامانه ديالك وتاخذها وتهنى. السي مصطفى كيضحك وكيسخر، اوديش من امانه؟ شكرا. الامانه اللي عطيتيني هذه تقريبا هذا هو العام الثالث بالامارات، راه جيتي عندي ديك الساعه طاح الظلام وكاع الحوان تسدوا وبقيت بوحدي، دقيتي عليا الله غنشد الريدو وقلتي لي هكا. قال يا ودي اش من امانه الله يهديك، واش انت كتضحك عليا؟ بقى هو وياه في اخذ ورد، ملي شاف السي مصطفى كيهضر بالجد هو الرجل هو يجيب المراه ديالو، قال لي اجل لا، قول لهذا السيد هذا شحال حنا مسافرين خارج ارض الوطن. قلت لي حنا 5 سنين عمرنا ما جينا من جينا للمغرب، كل عام كنبغيو نجيو نجيو، وهاد العام عاد ربي سبحانه وتعالى سخر لنا. فقال ما يمكنش، قال لي ها هو الباسبور، شوف وراه الباسبور بانه راه ما عمره ما دخل المغرب هذه 5 سنوات. فالسي بلعيد تفاجئ، قال لي وشكون ذاك اللي جاب لي 5 مليون؟ راك انت السي مصطفى. قال لي والله ما انا. ويقول لي والله يعاونك الله يسهل عليك، وانصرف السي مصطفى والزوجه ديالو، وبقى السي بلعيد عنده ديك 5 مليون في يده، وبقى كيتسائل شكون اللي عطاني هاد 5 مليون؟ شكون اللي جاب لي هاد 5 مليون؟ واش فعلا داك السيد يدق عليا في المحل ديالي؟ واش هو فعلا السي مصطفى اللي في فرنسا ولا شي مخلوق اخر؟ فاخبره بعض الصالحين قالوا له انهم جنود الرحمن وما يعلم جنود ربك الا هو. قالوا له يا السي مصطفى، يا السي بلعيد، لقد انخرطت في صندوق التعويضات الالهيه، وكل من انخرط في صندوق التعويضات الالهيه فان الله تعالى يعطيه بلا حساب. قال لي شنو هي صندوق، شنو شروط الانخراط صندوق التعويضات الالهيه؟ قال لي راه عندك، هي اول حاجه قلبك مرتبط بالله، ثانيا انك لا تضمر في قلبك حقدا لاحد، يعني الناس كتحبهم لله، ثالث حاجه انك لا تمد عينيك الى ما متعنا به الاخرين، والحاجه الرابعه انك دائما مد يدك الخير، انك باغي تساعد، عندك القابليه. اللي دار هاد الشروط الاربعه كيكون من الذين ينخرطون في صندوق التعويضات الالهيه، ومن ثم يستفيدون من عطاء الله. فهاد القصه ايها الاحبه الكرام الغايه منها هي اننا نركز ونزرع في قلوبنا اليقين بالله. اي واحد فينا عنده ازمه ماليه، اي واحد فينا كيشعر بانه الوقت مضيقه وما كاينش اللي يساعده، كنبغي نقول ليه راه ممكن تستفيد، خليك من الصناديق اللي وضعها الدوله والمجتمع المدني، صعيب باش توصل ليها الا بالشروط وبعرق الجبين. هناك صندوق عند الله تعالى في السماء اعطاه لكل عباده المؤمنين المستضعفين الغير القادرين شريطة انهم يلتزمون بهذه الشروط. اسال الله الواحد الاحد ان يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا ويكره الينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين، اللهم امين يا رب يا كريم. ونبقى ايها الاحبه الكرام مع هذا الفاصل القصير، ثم نعود لنواصل ونستقبل مكالمتكم، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجدد الترحاب بكم مستمعي الأفاضل في هذا اللقاء المبارك، ونذكر أننا نحن معكم على المباشر على الصفحة الرسمية لإذاعة ميد راديو من خلال مواقع الفيسبوك والتواصل الاجتماعي. الطريقة ديال التواصل معنا بالصوت والصورة هي كنقول للأحباب الكرام كتدخلوا الموقع ديال الفيسبوك ديالكم وكدير في لا ريشيرش كدير ميد راديو، غتكليكي وغيبان لك انك دخلتي معنا مباشره بالصوت والصوره الى مقر الاستوديو. الف الف مرحبا بالجميع.
ونذكر بأرقامنا الهاتفية الموضوعة رهن أشرة الجميع، وهي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، ونبدأها من إقليم الصويرة مع للا أمينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للا أمينة من إقليم الصويرة. مرحبا للا. والله ما عرفت تصورت المكالمة منين انت كتسمع وملي وصل الوقت ما عرفنا نقول. مرحبا للا أمينة، مرحبا. وكدري الناس ديال الصويرة، وكدري العائلة والحباب. الحمد لله بخير. هذا اليوم عندي عيد، أنا نهاري هذا عيد. الله أكبر بنتي أمينة، الله يكبر بك ويعلي درجتك. مرحبا مرحبا. يا ألف مرحبا. محمد رسول الله. لا اله الا الله. لالا امينه، حنا حنا كنرحبوا بك. المكالمه ماما تسجلونا من بدا البرنامج تقريبا، وانا يوميا ما كنسليش لا في يوم الجمعه ولا في الايام الاخرى. ما شاء الله. مرحبا لالا امينه، حنا كنشكروك على هذا الوفاء ديالك، وكنرحبوا بالناس ديال الصويره، راهم عزاز عزاز بزاف، ناس طيبين. ما تقدرش الفرحه تاعي، ما نقدرش نوصفها كاع. لا اله الا الله. علاش لاله؟ حد فيكم النية، الناس ديال الصويرة معروفين، عطاهم الله واحد النية خاصة. شكرا. على تصور يوميا التليفون ما كيشيدش يدي من التليفون. اليوم شد ليا خاطر. مرحبا لاله أمينة، وحنا سعداء بك بنتي. الله ينورك. صراحة كنا غادي في طريق، طريق ظلام ما نقدرش عليك بعدا، كنت أنا كنت غادي فيها في الحماق، ولكن بسببك أنت الله ينورك. الله يحفظك. الله يحفظك لاله، الله ينور طريقك يا ربي يا لاله أمينة. ما تصورش صحتك. ألف مرحبا بك بنتي أمينة. ما عرفتش مين بدا، والله ما عرفت مين بدا. اللي قسم الله تعالى، اللي قسم الله، اللي جاتك في قلبك قول لاله أمينة، اللي جات في قلبك. بسببك اللي تاع شحال من حاجة تبدلات، شحال من حاجة تبدلات في حياتي. الصراحة كنصح أي واحد يتسنى في هذا البرنامج كل شيء حياته غادي تبدل. لا إله إلا الله، الله يحفظك لاله أمينة. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الحمد لله، الشكر لله تعالى. يا الدعاء يا رب. الوالد تاعي الله يرحمه، خويا يا رب، فين مات وخلى وليدات صغار. لا اله الا الله. والزوج تاعي يا رحمن يا رحيم، الله يزيد لك طلب ليا ليه الهدايه يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم. الامنيه الوحيده تاعتي تطلب ليا الهدايه للزوج تاعي يا رب، الله يهديه على دارو على وليداته. اللهم امين. الله يطلق، وطلب ليا الله يطلق سراحه في الجون. الله 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 الله. ما تصورش الفرحة تاعي اليوم حيتاش دويت. الله يسعدك لاله أمينة، راه المغاربة كلهم كيسمعوا فيك الآن، الحمد لله كلهم غيفرحوا بك. الحمد لله الحمد لله. وبغيت نطلب أي واحد معايا، أي واحد. يا رب يا رب بنتي أمينة، شكرا لك. البرنامج راه الصراحة دخل الفرحة قلوبنا ونور طريقنا، وخلانا احنا اصلا متابعين طريق الله، وكنصلوا وكنديروا الاذكار وكنديروا، ولكن بالفضل ديال البرنامج زادت عندنا قدرات اخرين، زادت عندنا افكار اخرى. الله يحفظك لاله امينه. كنشكروا هذه الاذاعه، وكنشكروا اي واحد عنده علاقه بهذه الاذاعه من الصغير حتى الكبير. شكرا لك لاله امينه، حفظك الله بنتي، اسعدك الله. شكرا لك لاله امينه، احنا سعداء بدورنا. ومن خلالك لاله امينه كنبغي نحييو الساكنه ديال اقليم الصويره، هذه المدينه الجميلة والرائعة والسياحية بامتياز. هذه المدينة اللي معروفة بدور القرآن وبأماكن الذكر والمساجد والزوايا والصالحين والذاكرين. هذه المدينة اللي ساكنتها معروفين بالقلب الكبير وبالمحبة وبالكرم وبالجود والترحاب، فاتحين صدورهم وفاتحين البيوت ديالهم للجميع. هذا ماشي كلام مجاملة، هذه حقائق يقينية لمستها مرات متعددة من خلال الزيارة لهذه المدينة المباركة، ولقينا فيها أهل الله ولقينا فيها الصالحين، لدرجة أن واحد السيد سبحان الله العظيم ما كنعرفوش، وسبحان الله العظيم تلاقينا معاه في الصويرة وجمع واحد مجموعة ديال أهل القرآن وأهل الذكر، وما شاء الله أكرمهم بالطعام وقال لهم والله ما تمشيوا، هو مسكين على قد الحال، أكلوا وشربوا، وتمنيت أنني نكافئوا شي حاجة، وكنقلب فين نقلب ما لقيتوش. حتى لواحد مره كنت في مكه مكرمه
واصعد فوق جبل عرفات وكان الازدحام وشي واحد غنطيح بغيت نتكى عليه، تكيت على واحد السيد لابس الاحرام مقره غنمسيتو ونلقاه هو. يا سبحان الله، قلت لي شحال وانا كنقلب عليك في اقليم الصويره وفي الاخر لقيتك فين؟ فوق جبل عرفه في مكه المكرمه. وقلت له مازال محتاج ليك، تكيت عليه لان كدخت وتكيت عليه ودائما الحمد لله بالقلب الكبير وبالاحسان. فتحيه كبيره للا امينه اليك ومن خلالك لكل الساكنه ديال الاقليم الصويره. للا امينه، هذا الكلام اللي قلتي راه انت افضل واكرم منه، لان لو يعلم الله في قلوبكم خيرا، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. انت للا امينه قلبك فيه الخير، انت قلبك مفتوح للايمان، عندك القدره للاستقبال، وربي سبحانه وتعالى فتح الله عليك. حنا كنتاسفوا للوضعيه ديال الزوج ديالك، انه كتب عليه انه كان في السجن. يقال ياما في السجن مظالم، وقد يكون الانسان في السجن يقدر يكون تورط وسبق عليه القدر. ابونا ادم عليه السلام حينما وقع له ما وقع، يروى في بعض الاحاديث انه غيتلقى مع سيدنا موسى عليه السلام، وسيدنا موسى غيقول لي يا ابانا ادم لماذا تورطت؟ لماذا فعلت تلك الخطيئه؟ لو انك في الجنه ما اقتربت من الشجره المذكوره المنهي عنها كان ما غيوقعش الغضب الالهي، وكان ما غادي يوقعش هذه الامور كلها في الحياه. فسيدنا ادم طأطأ راسه وقال له يا موسى، قال له أعليك أنزلت التوراة؟ قال لي نعم. قال لي هل وجدت مكتوبة في التوراة؟ فعصى آدم ربه فغوى فتاب عليه فهدى. قال لي أي نعم. قال لي ومتى كتبت التوراة؟ قال لي منذ الأزل. قال لي يا موسى أتعاتبني على أمر قد قدره الله علي منذ الأزل؟ هذا قضاء وقدر للا أمينة. رغم أن الإنسان لا ينبغي أن يتهرب من المسؤولية، ولكن يبقى في الختام قدر. أولا وأخيرا قدر. قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. العلماء كيقول لك بأن المسؤولية ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ثم يقول الله تعالى قل كل من عند الله. في الختام راه الكل يجري داخل الدائرة الإلهية. هذا قضاء وقدر ديال السجن. نطلب الله تعالى سواء كان مظلوم أو سواء كان دار، علاش نطلب الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليه وعلى جميع المؤمنين، ونطلب الله تعالى يهديه للطريق المستقيم. وهذا خطاب غنوجهه للزوج ديالك للا امينه، ومن خلاله للسجناء اللي هما وراء القضبان. كنا مره كنمشيو نزوروهم في اطار عمل جمعوي، عمل ديال بعض الجمعيات او بالتنسيق مع بعض المجالس العلميه المباركه. كنزورهم في رمضان او في عيد الاضحى او في شي مناسبه مباركه، وكنلقاو مجموعه ديال السجناء. شكرا. الانيس ديالهم هو الميديا، كتلقاهم كيلقاو صلة وصل بينهم وبين المجتمع عن طريق الميديا، وكتلقى واحد المجموعة منهم كيشعروا بالندم وكيشعروا بالحزن العميق، لأن الشيء وقع كان قضاء وقدر مكتوب، وكيتجمسوا دائما ربي سبحانه يفرج عليهم. كنبغي نقول لكل واحد مسجون، إذا كان يتمنى على الله أن يفرج عنه في العاجل القريب، يجد التوبة مع ربه ويستغفر وينيب، ثم يتوضأ يصلي ركعتين ويأخذ المصحف ويجبد سورة يوسف، سورة يوسف، ويقرأ فيها ما تيسر من كلام الله تعالى. رها ربي عز وجل سيظهر براءته قريبا. وإلا كان فعلا ماشي بريء، كان فعلا دار خطيئة، فإنه قريبا سوف يستفيد إن شاء الله من عفو ملكي، أو يستفيد من أي شيء ليقدر ربي سبحانه وتعالى يفاجئ به ويكرمه بالخروج من السجن. فأسأل الله الواحد الأحد للا أمينة لزوجك، نطلب الله الهداية، ونطلب الله تعالى أن يرد به ردا جميلا، وأن يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه، ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، ويجعله من عباده الراشدين. وأسأل الله تعالى أن يعجل له بالفرج ويخرج من وراء القضبان، وأن يملأ قلبه نورا، ويجعل حياتكما كلها فرحة وسرور، ويجعلها محبة وحبور. اللهم امين يا رب يا كريم. وكنطلب الله تعالى للا امينه، وغنقول الساده المغاربه المشاهدين اللي هما كيتابعونا الان بالالاف ربما بالملايين، نطلب منهم يديروا واحد الفاتحه. اختنا امينه كيف سمعتوها طيبه، اختنا امينه قلبها مجروح،
اختنا امينه محتاجه الى الى الى, 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 الى السند. حنا غنساندوها ونتعاونوا معها قبل الفتحه، وعندكم تسحبوا الفتحه غير مساله عابره. الفتحه في حد ذاتها نعمه وبركه، وقد تكون مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج الرباني. اللهم يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين، عجل لاختنا امينه بالفرج. اللهم ارحم والدها وارحم اخاها، اللهم اسكنهما فسيح الجنات، اللهم اجعلهما من المنعمين في عرصات الجنات، اللهم اجعلهما من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعل قبريهما روض من رياض الجنه، واجعل قبريهما روح وريحان وجنه نعيم، واسعد اولادها وعائلتها واحبابها. اللهم امين يا رب. كل من قال امين اعطيه مثل ذلك من الخيرات وزياده. امين امين يا رب يا كريم. ونتحول أيها الأحبة الكرام من الصويرة إلى إقليم جرسيف مع أخينا عبد الرزاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلاكم. أهلا سي عبد الرزاق. أكيد راه من الحجلة بس عليك. مرحبا بك مولاي. بخير. الله يبارك فيك أخويا. كنشكرك على الحاجة على هذا البرنامج. الله يعزك أخويا أكرمك الله. أتمنى لك الدعاء من الحج. يا رحمن يا رحيم. انت والمستمع كلشي مزيان من الحج. الحمد لله اخويا. اش دارك اخويا اخويا عبد الرزاق؟ اشنو الاشياء اللي كتمنى على رب العالمين؟ انا نتمنى الصحة الجديدة عمي الحاج. يا رحمن يا رحيم. شي الزوجة الصالحة عمي الحاج. يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم امين عمي الحاج. شكرا لك اخويا عبد الرزاق. شكرا لك اخويا. كنشكروك وكنحيوا من خالك الساكنة ديال الاقليم جرسيف. حياك الله وبارك الله فيك. عبد الرزاق وشاب من شبابنا، كل لنا عنده أمنية، له أمنيتان. الأولى الصحة الجديدة، يبدو أن سي عبد الرزاق يعاني من أمراض أو من ضعف أو من عدة أو من سقم. الصحة راها نعمة من النعم المباركة، واللي عندوش نعمة يرعاها. لماذا نرعى هذه الصحة؟ الصحة نرعاها أول حاجة، راه الجسم البشري مكون من جسم ونفس وروح. الجسم ديالنا كنتهلاو فيه بالرياضة بالتغذية المتوازنة. إلا مرضنا كنشوفوا الطبيب وكنديروا التحاليل وكنقلبوا الوضعية العامة للجسم، هذا كله مفيد. ثم عندنا النفس، وهذيك النفس هي اللي كيوقع فيها القلق أو الحزن أو يوقع فيها الفرح، كيسموها العلماء بحال الكمان بحال الجيتار. عندنا هنايا في النفس ديالنا جيتار فيه أوتار متقابلة. عندنا حب كره، خوف رجاء، أمل يأس، تفاؤل تشاؤم، وهكذا دواليك مجموعة من المشاعر المتناقضة. الإنسان اللي عزف على واحد الوتر كيعطيه واحد الانطباع معين. بعض الناس عندهم الخوف، علاش؟ حيت هما كيعزفوا على وتر الخوف. بعض الناس عندهم اليأس، لماذا؟ لأنهم يعزفون على وتر اليأس. ملي كيمشوا عند الطبيب كيقول لهم غيروا النوطه، يقنعهم بتغيير النوطه، وبالتالي كيصبح الانسان عنده قدره نفسيه شبه متوازنه. لكن الجسم الثالث المهم للغايه اللي هو سر الصحه، وهو الجسم الروحي. لابد ان يتغذى الجسم الروحي. شحال ديال الناس دابا مثقفين، كتلقاه مهندس، كتلقاه طبيب، كتلقاه عنده شي تخصص علمية غريبة في الاقتصاد وفي الماركوتين وربما في العلوم السياسية وفي كذا وكذا، ويعرف كل شيء. حكي جات لهذ النقطة اللي فيها الغداء الروحي، وكتلقاه مسكين كأنه شبه أمي. الجسم الروحي، يا ما التقيت مع شخصيات كبار كتلقاه واحد قال لي أنا اللي بنيت البرج ديال الخليفة، واحد قال لك أنا اللي درت شي إنجازات رائعة جدا، ولكنه المسكين. واحد هو اللي ركب الكاميرا تاع المراقبة في الدار البيضاء كلها، وكتلقى عنده كل شيء، ولكن كتجي لهاد النقطة بالضبط ديال 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 الخواء الروحي، كتلقى ما دار والو. يعني شي واحد كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. السر ديال القوة الجسمية والفكرية والبدنية، السر ديال السعادة، وهو الجسم الروحي. نقوم بالتغذية ديالو. كيف ذلك؟ كيكون مرتبط بالله، القلب مرتبط بالله، الفكر مرتبط بالله، اللسان رطب بذكر الله،
ثم بعد ذلك كتلقى كيتواظب على الوضوء، الوضوء سلاح المؤمن، الصلاة مع الجماعة فيها رياضة بدنية ونفسية، وفيها ارتقاء، وفيها نظافة، وفيها حسن حصين، تلاوة القرآن نور عظيم يشع على صاحبه من كل مكان، وقس على ذلك من بر الوالدين وصلة الرحم وغير من الأعمال المباركة الأخلاقية، ولكن بشرط تكون مرتبطة بالله، كنقوم بها لوجه الله ماشي كنقوم بها لوجه آخر. هنا غنكون حافظ على الصحة العاف جيدة. سي عبد الرزاق، واخا تكون مريض بدنيا، واخا تكون عندك عدم توازن نفسيا، مش مهم، ركز على الجسم الثالث اللي هو الجسم الروحي. خليك من الذاكرين، خلي قلبك مرتبط بالله، خلي عقلك دائما دائما بنور الله. أكثر من قولك الحمد لله، إذا ظلمت قل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي تكلم معك واللي توكلت على الحي الذي لا يموت، وغتشوف الكرامات، وغتشوف البركات، وغتشوف الصحة والعافية غتجيك من كل مكان. أسأل الله الواحد الأحد أن يمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية، وأن يعلي درجتك ويحفظك من كل سوء. يا رب كل من قال آمين أرزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا آمين. آمين آمين يا رب يا كريم. والسي عبد الرزاق يتمنى على الله تعالى واحد الزوجة صالحة، وحنا سعداء ملي كنلقاو الشباب ديالنا يستعدوا لاستكمال نصف دينهم. هذا خطاب كنوجه للشباب ديالنا بحال السي عبد الرزاق، ان الشاب اذا عنده القدره الماليه وعنده القدره النفسيه يتوكل على الله. راه بنات الناس كثار وموجودين بوفره، وللاسف هناك واحد النقص ديال الخطر يهدد مجتمعنا، وهو العزوف ديال الشباب عن الزواج. لقينا واحد مجموعات كبيرة ديال الشباب أبناؤنا اللي هما عندهم القدرة وعندهم شي بركة، ولكن بغاها باردة. علاش هو غير يتزوج؟ علاش هو غير يكتف راسو مع امرأة واحدة وغير التزامات عائلية كثيرة؟ لأنه يستفيد من وضع الحرية اللي عندنا دابا الآن موجود. لماذا؟ أنه ممكن يفتح صفحة على الإنترنت في الفيسبوك أو في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ويحصد المعجبات، وكل يوم مع زهرة وكل يوم مع وردة، وتمضي الأيام ولكن ديك الوردة والزهرة راه تدبل ومن بعد كتضيع وكيكون هو الجاني عليها. كنبغي الشباب ديالنا يتوكل على الله تعالى، يلقى من الناس يصبر معها وتصبر معاه، واخا يكون عنده غير القليل ربي كيعطيه الكثير، لأنه حق على الله أن يساعد ثلاث منهم الذي يريد الإحصان والعفاف. الشاب اللي غيتزوج يريد الإحصان والعفاف، واخا هو ما عندوش أو رزق قليل وعنده مشكل سكن ومشكل ترسيم في العمل، ربي سبحانه وتعالى وعد أخذه على نفسه، قال من حقي، حق على الله، ربنا لا يجب عليه شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن الله تعالى أراد أن يطمئن القلوب فقال حق على الله أن يعين ثلاثة منهم، المكاتب ذاك العبد اللي أراد أن يعتق رقبته، وذاك المدين صاحب الدين اللي باغي فعلا يؤدي صادق ماشي يبغى يأكل أموال الناس بالباطل، والثالث هو الشاب الذي يريد العفاف والإحسان. إلا بغى العفاف والإحسان ربي حق عليه أن يساعده، أقول بسم الله وربي غادي يعاونك. سي عبد الرزاق الله يكمل لك الرجاء، الله يصلح الشباب ديالك. أسأل الله تعالى أن يختار لك من عنده زوجة صالحة مباركة مرضية مهدية، ويسعد قلبك ويجعل لك من أمرك رشدا. قولوا اللهم آمين 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 يا رب يا كريم. ونتحول أيها الأحبة الكرام من جرسيف إلى إقليم أرفود مع للا فاطمة الزهراء. ألو عمي كريبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبارك عمي كريبان كي داير؟ الله يبارك فيك بنتي فاطمة الزهراء. عقلت عليا أنا من أرفود اللي قلت لك عندي جوج وليدات. عقلت عليك بنتي، عقلت علي. الله يخليهم ليك ويحفظك ويرعاك. أمين عمي كريبان، راه كيعجبني البرنامج بزاف، كنبغي نسمعي ليه وتدعي لينا عمي كريبان. الله يحفظك بنتي فاطمة الزهراء، كي داير وليداتك لالا فاطمة الزهراء؟ لا بس الحمد لله عمي كريبان كيكبروا شويه. مالك الحمد؟ ايوا الحمد لله والشكر، الله يخليه لي عمي كريبان طال عمرك. الله يكمل لك رجاء بنتي.
وبغيناك تبدا معنا عندك ريبان ودعي للزوج ديالي سهل ليه الله فواحد الرزيق راه غير حنا كاريه اللهم لك الحمد والشكر إيه؟ على قد الحال وبغيتك تدعي لي معاه الناس ودعي لي الوليدات احفظه لي الله وخليه لي يا رب وسهل عليه على شي رزق الناس كما كتهضر على الرزق ايها بنتي ايها بنتي يا ربي فاطمة الزهراء امينه بنتي طول عمرك طول عمرك بغات حتى الوالده تهضر معاك مرحبا مرحبا لالا هاك الله يسهل عليك مرحبا اهلا شريفه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخبارك عمي كريب الله يطول عمرك الله يبارك فيك شريفه الأمور. يا مرحبا بك لالا اهلا وسهلا نتكلم حتى انا على الرزق اللي كتقول حمدنا الله وشكرنا اللهم لك الحمد يا رب يا رب لنا في الشدائد نيت الشدائد يا عمي كريبان حمدنا الله وشكرناه تبارك الله عند العقود والشيباني وزعكونا بلا كسوى بلا كشه وحمدنا الله لا اله الا الله معنا واحد بحال انت الله يطول عمرك وعطانا فليسات باش نديرو دويره حمدنا الله مع وليدنا وبنياتنا يا ربي حمدناك وشكرناك سبحانه وقف معنا الله يطول عمره والله يعمل سيدي ربي يعطيه قصر في الجنه لا انت لا السامعين اللهم امين وحمدنا الله عطانا حتى احنا الدويره وقالك انت تعيطي يا بنيتي علاش قديتي حمد الله وشكرته الحمد لله وقف معايا الله يعمل سيدي ربي وقف معاك ومعاه يا رحمن يا رحيم الله يسهل عليه وليداتي صغار وبقيت نيت ما عندي غير الله نيت وداك الصالح نيت وقف معايا بحالك بحال وجهك الله يحفظك لالا دروك ادعي معايا مع وليداتي كبرتهم وخلصت الدويره وحده هو في المخزن ادعي معايا يسهل ليه شي وليدات راه ما عندوش 3 سنين ديال ولا 4 واحد في ميريكا كانت الله يعمل مولانا يفك وحايلو وحايل كل مسلم اللهم امين يا رب ملي رجع واحد راه دا الدبلوم نيت وخسر حمد الله وشكرته يا رحمن الله دايلي معاهم واحد صغير دايلي مع واحد البنيه خصها تعدها طول عمرك يا كريبان الله يجازيك بخير اللهم امين لالا شكرا لك لالا ام فاطمه الزهراء وكنحيوك من خلالك الساكنه ديال ارفود هذه المدينه الطيبه المباركه الخلابه الجميله السياحيه بامتياز والناس اللي فيها الصالحين وفيهم النيه وفيهم الصدق وفيهم التواضع لالا فاطمه الزهراء كنحيي الوالده ديالك بعجاله اعطتنا صوره مصغره عن مسار حياتها انها كانت مع باباك ملي تزوجوا وعاشت مع العجوزه ومع العجوز ديالها يعني الحمات والحامه ديالها عاده كيوقع واحد النوع من الشنآن ملي كيكون السكن مشترك ولكن الصبر مفتاح للفرج كل ما صبرت هذاك الراجل اللي جا عندها وساعدها وساعد الوالد والوالده في السكنه راه ماشي ذاك الراجل اللي ساعدها راه ربي سبحانه وتعالى هو الذي سخره راه قل كل من عند الله الا شتي شي واحد كيقوم بشي مبادره راه ماشي هو ربي عز وجل سخره اليك الله سبحانه وتعالى من رحمته الواسعه سبحان من سخر هذا لهذا هي دارت الخير وصبرت وجاب الله الرزق ومازال ربي غيزيد رزق في رزق لالا فاطمه الزهراء انا بغيت نقول لك بنتي ربما مقلقك القضيه لانك كاريه بغيتي تكون عندك شي حاجه ملك تبقى عندك دائما بالله عليك بنتي فاطمه الزهراء شكون اللي عنده شي حاجه دائمه راه كلنا كريم سواء اللي هو يا كريم او داك اللي عنده الملكيه مسجنه في المحافظه العقاريه راه كنكذبوا على نفوسنا راه حتى شي واحد ما غيدي معاه شي حاجه بهاتين اليدين بنتي فاطمه الزهراء غسلت واحد العدد كبير ديال الناس اللي كانوا الفوق 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 وملي توفوا ما دا معاهم والو ما كانش عندهم بارتما ولا دويره عندهم قصور كاين اللي عندهم فيلات والله العظيم الا بكيت بكاء حتى حسيت من الدموع غادي يخرجوا دم ملي كتشوف السيد عايش في واحد القصر واحد الفيلا يجري فيها الخيل وملي كيبغي يدفن كيتهز فوق الحمل فوق النعش وغادي بها الزينو حتى كنوصلوه للمقبره وملي كيتوضع الشبر اربعة اصبع والله رايت اناسا حتى القبر ما بغاش يدخل فيه عنده خير كثير 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 بزاف والقبر ملي كيبغي يدخل ما باش يدخل ولا كيجيبوا الفاس ويعاودوا يوسعوا وما بقاو بيوسعوا في الاخر دكوا لا اله الا الله ايقنت بان حتى واحد فينا ما عنده لا ملكيه ولا كيرا راه بحال اكوننا غير مخيمين ولكن سعادتك يفعل الخير ومع ذلك فان الانسان لا يسأم من انه يريد المزيد من الخير بغيتي لاله فاطمه الزهراء رزق حاله سهل الرزق والله لا حاله سهل شكرا اول حاجه
دائما خلي قلبك مرتبط بالله تعالى. ثاني حاجة أنك تنزه عن الحرام، أي حاجة ديت الحرام بعد منها، قل اللهم حد بيني وبين الحرام، ولا قدر الله وقعتي في الحرام أكثر من الاستغفار، تستغفر الله تعالى يغفر لك الله تعالى ما تقدم من الحرام. ثم غتبغي دير الأسباب، ولكن كل اللي مسكين ما عندوش القدرة على الأسباب، كل اللي عطاه الله القدرة على الأسباب وديك القدرة حتى هي راه تكون إلهي، كل اللي عطاه الفكر النير، عطاه القدرة على التخطيط، عطاه القدرة على البرمجة، عطاه القدرة على تفكيك الأشياء وإعادة صياغتها، هذاك الفكر هو تو رزق من عند الله تعالى. كل اللي ما عطاش الله الفكر ديالو على قد الحال، ولكن عطاه نية، وربي عز وجل وعد قال لك لأرزقن صاحب النية رزقا واسعا يحتار منه صاحب العقل الذكي. راه في الاخر ما يدا صاحب النيه، ربي عز وجل وعد انه غادي يرزق صاحب النيه، داك اللي قلبه مسلم وداك اللي هو ياكي بالك بضعه راه ما يفهم يسمع، ولكن ربي وعد قال لك لا يرزقنه رزقا يحتار فيه صاحب العقل الذكي، داك اللي قاري العلوم وقاري الفلسفات وفي الاخر غيغابياكي غيغلو ديغنيك كيقولوا الفرنسيين. بنتي فاطمة الزهراء باش يكون عندك الرزق دائما رددي واحد الآية عظيمة، غتاخذي واحد البركة من فلوسك، واخا انت فقيرة ما عندك شيء، غناخذ واحد القدر ديال المال، وهذا سر أيها الأحبة الكرام ديال الرزق اللي بغى ربي سبحانه وتعالى رزق ورزق الحسنة، هذه عملية صادقة يقينية ومجربة. بغيتي ربي عز وجل يغنيك بفضله عمن سواه، ما تحتاج المخلوقات، هو سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض، إلا بغى يعطيك يعطيك بالوفرة، وعمر يدك ما تكون سفلى بالاستعطاء، تكون ديما هي العليا بالعطاء. كيف ذلك؟ كتبدا من راسك انت الاول، كتاخذ واحد البركه من عندك وتعطيها للفقراء والمساكين، وتقرا 7 مرات عند كل صدقه، كتقرا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعمة هذه مجربة 1000000%، اللي بغى يعطيه الله رزق الوفير يكون قلبه مسلم ويكون عنده هو روح المبادرة، هو يتصدق أولا يأخذ مما أعطاه الله تعالى ويقصد الفقراء والمساكين ويوسع عليهم، ومن يعطي ذلك البركة يقرأ هذه الآية 7 مرات: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن ثم غادي يجي الرزق وغيجي الخير والبركة. أسأل الله الكريم لله فاطمة الزهراء الله يغنيك بنتي ويساعدك مع زوجك، والله يحفظ لك الميمة ويحفظ لك العائلة والأحباب، ويحفظ لك الله الوليدات ويجعلهم إن شاء الله قرة عينك ويساعدك، وكل من قال آمين اللهم ارزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. ثم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويسعدنا أيها الأحبة الكرام أن نواصل هذا اللقاء المباشر معكم، يسعدنا كذلك أن نرحب بكل المتتبعين والمتتبعات عن طريق الصوت والصورة من خلال الموقع أو الصفحة الرسمية لإذاعة ميد راديو من خلال الفيسبوك. كنبغي نذكر كنقرا هنايا مجموعه ديال التعاليق. شكرا جزيلا على كل هذه التعليقات الجميله اللي هي تحيه وكلام طيب، شكرا لكم من اعماق اعماق القلب. وكنقول ربما البعض تساءل لماذا ينقطع الصوت في البرنامج في بعض اللحظات، هي اللحظه ملي كتكون عندنا اما وقفه اشهاريه واما كتكون عندنا واحد الانشوده، فكيتقطع الصوت عن طريق الفيسبوك لأنه غير مسموح به أن يمر، ولكن في الميديا هو مسموح به عبر الصوت مسموح، لكن في الفيسبوك غير مسموح. فمعذرة أيها الأحبة الكرام إلا كنا كنقطعوا الصوت في هذه اللحظات عند اللقطات الإشهارية أو الوقفات الغنائية، معذرة. وكنحيي كل كلمة طيبة كنسمعوها كتزيدنا واحد الفرحة واحد السرور، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم على أثير هذه الإذاعة بهذه التكنولوجيا الحديثة، أسأل الله الواحد الأحد أن يجمعنا وإياكم قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة
وفوق جبل عرفات وفي منى ومزدلفات، ويجمعنا وإياكم يوم القيامة في الفردوس الأعلى بجانب خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نتابع أيها الأحبة الكرام استقبال مزيد من المكالمات. اللحظة غنمشيو إلى إقليم القنيطرة مع للا الدريسية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور كريبة لاباس عليك؟ حفظك الله ورعاك للا الدريسية. تنشكرك على هذا البرنامج اللي فيه نورنا. شكرا لك للا. وأنا ما عقلتش ليني جيت عندك لدار إذا واحد السيدة. أيه قلت عليك للا كانت عندك واحد الزوج مشكل السكن ياك للا. لا لا انا بغيتك عاد تدعي معايا والديا بالرحمه ميتين. الله اكبر. ايه مرحبا لالا. معايا انا بشي زوج صالح ولا شي عمل فيما دفعت ليه ما عنديش الزهر فيه. لا اله الا الله. ودعي لي مع خوتي شامو عندهم كلشي موقف عندهم العكوسات. لا اله الا الله. ودعي لي مع حد اختي تاهي باش تجي عند راجلها تاهي معكس لها الوراق. الله يرحم لك الوالدين. يا رحمن يا رحيم يا رب الادريسيه. الله يرحم لك. ولا كان شي ولد الناس باغي يتزوج. اييه. قدم النداء ديالي. اياه الادريسيه مرحبا لالا. الحمد لله الوالدين الدكتور. اياه وعاد ذكرتك الان الادريسيه ذكرتك دابا الان حيت كانوا بزاف ديال الناس ديال القنيطره كيجيو عندنا الاذاعه واحد المجموعه ديال السيدات الفاضلات كانوا نوجه لهم تحيه المعطره بالورود والازهار. شكرا لك الادريسيه. الحمد لله الوالدين. والله يحفظك لالا. الله يحفظك ويرعاك. شكرا لك اخت الادريسيه. تبدو انها واحده من المعذبات في الارض. كنتذكر الادريسيه جات فعلا مقر الاذاعه وكانت مسكينه كتحكي لنا بعض الهموم ديالها. مشكلتها هو انك تلقى الابواب مغلوقه. انسان خلق وعاش وهو يسير في الحياه وكيشعر بانه في صراع، كيشعر بان في الوضع الدو ما كيلقاش الاثر الطيب، الزواج ما عنده فيه زهر، الرزق قليل، العلاقات العائليه ديما كل واحد مضارب مع راسه. شكرا. ملي كتشوف النتيج والحصيله كتلقى حياه مؤلمه، حياه كنبغي نقول للا الدريسيه هكذا ربنا سبحانه وتعالى جعل صوره الحياه. علاش؟ علاش ربي سبحانه وتعالى عنده القدره وعنده الاستطاعه وهو الرحمن الرحيم اللطيف بالعباد، علاش دار لنا هذه الحياه هكذا؟ الجواب هو حتى لا نتعلق بها. لان البعض اللي عنده الحياه جميله راه شحال من واحد دابا كيسهى وكتوقع عليه الغفله، يتسمى تنبيه الغافلين. ملي كيلقى كل شيء زين، الحياه الطيبه، الرزق موجود، الشباب، الصحه، الجمال، السلطه، البغاء، فين غادي؟ فين غادي؟ راه غادي يمشي الله يحفظنا واياكم في واحد الطريق اللي ممكن اذا ما كانش عنده الايمان بحال اللجام كيلجموا راه ممكن يسقط في مهاوي لا يعلم حدودها الا الله تعالى، وقد راينا ذلك كثيرا. بعض المرات كتكون هاد الاشياء اللي فيها معاناه وشده، الحكمه من ذلك ان الله سبحانه وتعالى ارادنا الا نتعلق بالدنيا، ما نربيوش عليها الكبده، راه هي غداره مهما نعيشوا. احنا من الاول مسلمين عارفين الدنيا غداره ما معرفش بها قلبنا، قلبنا كنعمروه بالله سبحانه وتعالى. اللي جات مرحبا غتكون غير صخرة الله، واللي ما جاتش الى اللقاء ما معبريه بها قلبنا وهنا غتكون سعيد. سر السعادة ايها الاحبة الكرام هو في عظم تعظيم الدنيا. سر السعادة هو ما تعمرش بها قلبك وما تعمرش بها الكيان ديالك، خلي قلبك معمر بالله تعالى وعيش يوم بيوم وغتشوف بان الله سبحانه وتعالى غيجعل الدنيا تأتي اليك مرغمة. كنعرف واحد الناس تبعوا هالطريق، تبعوا هذا المسلك، فإذا بالدنيا اللي هي هربانة لنا كتجي هي تنقاد إليهم، كتقول لها أنا خذني إليك، خذني إليك. هذه هي الحقيقة ديال الدنيا أيها الأحبة الكرام. الدنيا كيقول فيها ربنا عز وجل يا دنيا من استخدمك فاستخدميه ومن خدمني اخدميه. هكذا الدنيا، من استخدمك اللي كيجري على الدنيا، باغي الدنيا، باغي المال، باغي الجاه، باغي الكراسي، باغي السلطه، باغي الشهوه، باغي الليالي الملاح، بغى كل شيء. ربي كيقول للدنيا يا دنيا من استخدمك فاستخدميه، خليه يجري. وربي قال لك لاجعلنك تجري جري الوحوش في البريه
ثم لا تنال الا ما كتبته لك. ومن بعد فين غتوصل؟ غتلقى راسك بانك محدود. لكن قال لك ومن خدمني فخدميه، ان اللي خدم رب العباد وخدم الخلق ديال العباد وخدم المجتمع اللي بغى له الله عز وجل وسعى في الخير، ربي عز وجل امر الدنيا بان تكون خادمه له، تكون له مطوعه. فالطريقه السهله ايها الاحبه الكرام باش الدنيا بحال داك الحصان الهائج كنشدوها من اللجام وكنعودوا شادينها ومحكمين فيها باش يطلقها طلاق ثلاث. هكذا كان سيدنا علي ابن طالب ابن ابي طالب كرم الله وجهه، كان كيقول لها يا دنيا غري غيري لا تغريني واني قد طلقتك طلاق ثلاث. كتوقع اي واقعه من الوقائع لا يهتز، لا يشعر لا بألم، عنده غير السكينه، عنده غير الطمأنينه. من بعد يكتشف بان ديك الدنيا هي تطلب وده، هي تخطبه، ومن بعد كتجي لعندو راغمة، ربي يسخرها. شحال ديال الناس الدريسية اللي هما يا الدنيا كانت هربة ليهم، هربانة ليهم، شوية ولات جاية لعندهم. بهالطريقة غنوصيك أنا الدريسية، أولا أوصي نفسي وأوصي أحبتي الكرام لا نعظم شأن الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلقها أول مرة نظر إليه نظرة واحدة ثم ول وجهه عليها، مبقاش شاف فيها، قال لك لأن لا تستحق. علاش؟ لأن ما ينتظر عباد الله المؤمنين من جنات فيها الخلود الأبدي وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا هو النعيم الخالد. لهذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصي صحابته وكيقول لهم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. خاص يكون عندنا واحد التفكير يتسمى التفكير الأرقمي. ما هو التفكير الأرقمي؟ التفكير الأرقمي هو نسبة إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم اللي هما كانوا الصحابة الأوائل، ديك النخبة الأولى السباقون في الإسلام، هادو هما كيسموا التفكير الأرقمي. كان عقولهم وقلوبهم مرتبطة بالله وربي عطاهم العز في الدنيا وفي يوم القيامة المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أنهم كانوا دائما التفكير ديالهم رغم أنهم فوق الأرض ولكن قلوبهم معلقة بالسماء ولسانهم رطبا بذكر الله. وربي عز وجل يكرمهم في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا الله تعالى يعطيهم النعيم والسعادة والطاء والطمأنينة والبركة في الدنيا، ثم في الآخرة لهم نعيم عظيم. كيفاش نوصلوا لها؟ غنوصلوا لها أول حاجة نطلق هذه الدنيا وما يبقاش عندنا لها واحد الكبدة، هنا غتخلص. تلاحظ بأنك لدرت هذا التصور وهذا الفكر غتلقى بأنك تخلصتي من عقد نفسية كثيرة تجرها كيتسمى داك لوفاغ دو، داك الثقل اللي كيهزينو معانا. عندنا في نفوسنا حزن عميق على الماضي، ان الانسان ضاعت ليه حقوق ديالو، انه تم الاعتداء عليه، انه ما عنده زهر، كله 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 كينساه، كيقطع داك الحبل ديال التفكير السلبي وكيتحرر، كيشعر بانه حر ولد اليوم، وبالتالي كيعطي الله القدره والاستطاعه وينطلق نحو حياه افضل. لاله الدريسيه كنطلب الله تعالى انه يسوق لك واحد الزوج صالح. وكنبغي نقول للاحبه الكرام اذا كان شي ولد الناس بغى يتاهل مع اختنا الدريسيه، حنا خدينا الرقم ديالها من القنيطره ومرحبا به، نكون سنتوصل بينه وبينها من اجل زواج سعيد مبارك. ورحم الله تعالى من اعان وساعد اثنين على الحلال. نطلب الله تعالى كذلك لاله الدريسيه والساده المستمعين الله يجزيكم بخير واحد الفاتحة. أختنا الدريسية راه معولة على الله سبحانه وتعالى ثم معولة على التأمين ديالكم، لأن التأمين ديالكم دابا الآن راه بالآلاف ربما بالملايين. إذا قلنا آمين ربنا عز وجل يفتح أبواب السماء المغلقة. اللهم ارزق أختنا الدريسية، ارزق يا ربي زوجا صالحا، ارزق يا ربي رزقا وافرا. اللهم يا ربي اصلح إخوانها وأخواتها، اللهم يا ربي واجمع شملهم وحقق رجاءهم وبلغهم مقصودهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا ربي كل من قال آمين ارزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. وأنا
نتحول من إقليم القنيطرة إلى الدار البيضاء مع أخينا سيردوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا سيدي رضوان. كي داير الشيخ ديالنا لاباس؟ الله يبارك مولاي. الله يطول لنا عمرك بارك الله فيك. عزك الله خويا. ساعة سعيدة الأخ ديالنا قريبان. أيه ما تسمع بأول ساعة سعيدة فعلا. لا إله إلا الله. يا مرحبا. كنسألك يا الشيخ ديالنا الله يجازيك بخير. واحد الأم ديالي عندي مريضة والأب ديالي توفى دابا واحد العام ونص. نسأل من المستمعين الكرام يدعو معاه. يا رب يا رب. الله يجازيكم بخير والأمور شوية معكسة شوية. لا إله إلا الله. نطلبوا من المستمعين الدعاء ويقولوا آمين يا رب. يا رحمن يا رحيم أخويا رضوان. يا رحمن يا رحيم. الله يجازيك بخير والله يطول عمرك. شكرا لك أخويا رضوان. شكرا وحفظكم الله ورعاكم. خويا رضوان عظم الله أجركم في الوالد. وأخي رضوان هذه سنة الحياة. ربي عز وجل من الرحمة أنه دلنا الحياة والموت. تصور خويا رضوان لو أن الموت ما كانش أش غادي يوقع للإنسان؟ تصور معايا لو كان الإنسان كيعيش ألف سنة مثلا، ألف سنة تلقى اللي عنده شي مال كيكنزو، خايف على الفقر لأن ضامن عمره طويل. ولكن ربي عز وجل جعل العمر دي الأمة الإسلامية ما بين الستين والسبعين، وقليل من يتجاوز ذلك. جمعة تشبع وغدا غتودع والمال غيتوزع على الورثه، وهكذا يتم تقسيم الثروه. هذه نعمه. اما لو كان العمر ديال طويل نعيشوا ألف سنه، شكون اللي غادي يفرط في درهم واحد؟ كل شيء غادي يدخر وغادي يقول لك راه باقي تبعني الطريق طويله، ولكن الطريق قصيره. واللي مات اخويا رضوان فين مشى؟ انه ذهب الى رحمه الله الواسعه. حنا الاموات ديالنا كنقولوا بانهم مرحومين لانهم رحلوا عند الرحمن، ضيوف مكرمين عند رب العالمين. حنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا، قال لنا بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال لهم كلكم داخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أبى أن يقول لا إله إلا الله من صدق قلبه. فالحمد لله احنا كنا بن لا إله إلا الله، وأقمنا الصلاة وصمنا رمضان وضحينا الأضحية، ومنا من حج واعتمر. هذا كله الحمد لله علامة الإيمان. فأمواتنا ضيوف عند الرحمن. وربنا عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم بد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم لم يحزنون. ذاك الخوف اللي كتفكر فيه وذاك الحزن اللي كتفكر فيه السردوان هو غير موجود. ربي قال لك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله أمواتنا منعمين، هم فقط محتاجين إلى الدعوات، محتاجين إلى الصدقات. لأن كل ميت من هؤلاء إذا سألناه ماذا تتمنى على الله وأنت الآن في الدار الآخرة، يقول لك أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأركع لي ركعتين أو أسجد لي سجدتين أو أتصدق لي بدرهمين، لما يعلم بأن هذا الميت العملة اللي كنت تعاملوا بها في الدار الاخيره ماشي الدولار او الاورو او الدرهم. العمله اللي كنت تعاملوا بها هي الحسنات، كم صليت، كم صمت، كم ركعت، كم سجدت، كم تصدقت. اما الشيء الاخر ابقى تجمع في الاسهم وتجمع في المناصب وتجمع في الابهه، راح حدو الدنيا. العاقل هو اللي كيفكر في المآل الانترم، كيفكر بعيد فين غادي يمشي. وان تاتيكم الا بغته. وحنا مرة ربي عز وجل كينبه الغفلة ديالنا بأن يأخذ أحد أقاربنا أو أحد جيراننا من اللي كيتوفى، كيتجمعوا الناس كلهم كيعرفوا بأن كاين حاجة سميتها الموت، فكيدير لها يحضر باله وكيبدا يخدم في الدنيا ويسعد ويتنعم، ولكن كيحضر بأن راه كاين الموت. أخي رضوان الله يرحم الوالد، الله يوسع عليه الرحمات والله يجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأسأل الله الكريم أن يطرح البركة في الوالدة. اللهم يا ربي يا ربي أطل عمرها واجعل أوقاتها بالذكر معمورة، واحفظ في أولادها وبناتها. أسأل الله تعالى السير دواني لك عندك الأخوية الأمور معكسة، رحل سهل. الأمور المعكسة مش نحيدوها، كنحيدوها بكثرة الاستغفار. أي واحد فينا ملي كيشعر بأن الأمور معكسة، الرزق قليل، عنده صراع مع الباترون ديالو، عنده خصام مع الزوجة،
عنده خلاف مع الجيران، عنده معاناة في الطريق ديال العمل ذهابا واياب، كيلقى كيشكي الامور كلها مسدوده. شنو هو الحل؟ الحل بسيط، اياك اخي رضوان ان تشكي على احد من المخلوقات، لاننا كلنا في الهم سواء. الشكوى انما تكون الى الله سبحانه وتعالى، مش من اجل البكاء، وانما من اجل الادعان والخضوع. ربنا عز وجل علمنا اشني الاشياء اللي كيحبها وبها كيفتح الفرج، من بينها قال لنا الاستغفار. من اخر ما نزل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سورة النصر، لغينتصر الاسلام، لغينتصر الاسلام وتفتح مكة المكرمة ويدخل الوفود ديال العرب كلهم الى ارض الاسلام وتبدا الانطلاقة. يعني الاسلام صافي وصل القمة، يعني ما بقى النبي الكريم والو. ديك الساعة غادي نزل واحد الآية وربي غادي يوصي بالاستغفار، غادي يقول لي الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، دي اخر سورة نزلت، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره استغفره انه كان توابا. امنا عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين قالت يا رسول الله لماذا رب العزة يأمرك بالاستغفار وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد قضيت سنوات في الجهاد وفي الدعوة وفي الصبر، والآن وصلت للقمة ويأمرك بالاستغفار؟ قال لها لأنني دار واحد الذنب. شنو هذا الذنب؟ قال لها لأنني لم أشكر الله حق شكره. ومن منا أيها الأحبة الكرام يستطيع أن يشكر الله حق شكره؟ لا أحد. سيدنا النبي أعطى الله المقام المحمود واللواء الممدود، وأعطاه مقام الشفاعة، وأعطاه من الكرامات ما ليس لها حدود. لهذا ولو يشكر ما شاء الله أن يشكر لن يستكمل الشكر. لهذا ربنا عز وجل قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. العلماء والفقهاء الناصحين الصالحين قال لك من هذه الآية فهموا منها حينما كتلقى الأمور معكسة، فين مشيتي العكس تبعك، فين مشيتي الصعوبات، فين مشيتي كاين الموانع، اش غندير؟ ستوب، غنجلس مع راسي وغنبدا نستغفر المولى عز وجل. هذا هو الحل الامثل، كاين حلول اخرى كثيره ولكن اسرع الطرق غادي نجلس وغنبقى نستغفر الله سبحانه وتعالى. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، نكثر منها. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. انت كتقول هذا الكلام والابو كتفتح، والعقد اذا كانت هكذا معقده كتحل بامر الله تعالى. اما اذا قلت سيد الاستغفار وهو العظيم المحبوب عند الله تعالى، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني، سيد الاستغفار ربي عز وجل يقضي لك الاشياء كلها من عنده. فوصيتي لك اخي رضوان، الى نفسي اولا ثم الى احبتي ولك اخي رضوان، غير كثر من الاستغفار وربي غادي يحل لك الامور المعكسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل غم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم يا ربي يا كريم، أخونا السردوان فرج همه ونفس كربه وافتح له الأبواب المغلقة وارزقه السعادة الأبدية. اللهم كل من قال آمين ارزقه مثل ذلك وزيادة، فقولوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ونتحول من الدار البيضاء إلى تطوان مع للا مريم. السلام عليكم، عمي كريبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس. الحمد لله بنتي، الله يبارك فيك. لاباس الحمد لله. يا مرحبا للا مريم. عمي كريبان خلال الدعم واحد أختي مسكينة مريطة. إيه. مريطة مسكينة كدروه اللي يندق ما تقولو. عقل عبيناها الطبيب، جوزناها الطبيب، لقينا لها تحاليل، خاص تحاليل صافي. إيه. وكل واحد شنو كيقول، دينا عند الراقي كل واحد شنو كيقول، شي كيقول الساح، كل واحد شنو كيقول. وشنو الاعراض بنتي اللي كيوقع عليها، الاعراض اللي كتظهر فيها؟ نعم. اش كيوقع عليها البنيه ديال الاخت ديالك؟
كدروال يجي عندك ما تقولو كتبدل الصوت الماكله كتاكل بزاف ما كتقولش بسم الله. لا اله الا الله. شحال العمر ديالها تقريبا؟ نعم العمر ديالها السن ديالها شحال؟ 32. ما مزوجاش؟ لا باقا. اياه اياه لاله الله يشافي ويعافي يا رب. دي مع خامي قريب الله يرحم والديك. يا ربي يا كريم بنتي يا ربي لاله مريم. دي معنا انا واختي سهل شي ولد النفس شي جوز الصالح. يا رحمن يا رحيم. ودي مع خاي سهل ليه ربي شي خديمه وشي شي بنت الناس. اللهم امين بنتي اللهم امين يا رب. شكرا لك لاله مريم وتحيه كبيره لاهل تطوان. شكرا لك بنتي. للاسف الشديد كنلقاو بعض الفتيات ديالنا وبعض الاخوات ديالنا والبنات ديالنا عندهم مثل هذا الامراض. كتحتار العائله في تشخيص المرض، واش هو مرض عضوي ولا مرض نفسي ولا مرض روحي. طبعا اول ما ينطبع الى اذهاننا هو المرض العضوي، لكن قبل ما نمشي عند الطبيب راه العلماء اش قال لك؟ قال لك حينما كيتكلم الامام ابن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وتلميذه النجيب ابن قيم الجوزيه، قال واحد الكلام عظيم في تفسير قول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي قد اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابن تيمية حينما وقف عند قول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال لك ما معنى مهجورا؟ ما معنى هجر القرآن؟ فكان الجواب قال: من قرأ القرآن، من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يفهم معانيه فقد هجره، ومن قرأ القرآن وفهم معانيه ولم يعمل بأحكامه فقد هجره. هذا قول ابن تيمية. ثم زاد ابن القيم الجوزية: ومن مرض ولم يستشفي بالقرآن فقد هجره. ابن القيم الجوزية صاحب كتاب الطب النبوي اللي جمع في آيات قرآنية عظيمة ولقى التأثير القوي على النفس وعلى البدن. ملي كيمرض الانسان اول ما كيدير كيفكر فيه هو انه يحرص على الوضوء وعلى الاكثر من السجود. اول حاجه غنفكر فيها حنا كنمرضوا كاملين، واي واحد فينا وقع عليه مرض لا قدر الله اول ما كندير جاتني السخانه، جاني الصداع، جاني الالم في امغاص في المعده في ركابي، اول ما غندير اول علاج هو انني غنتوضا، والوضوء سلاح المؤمن، غنصلي لله تعالى وغنكثر من السجود ونقرا القران الكريم ونطلب رب العالمين يشافيني. اول حاجه غنديرها نهار الاول، نهار الثاني، ثلاث ايام، اربع ايام اقل او اكثر، شفت القضيه صعيبه كنقصد الطبيب المختص اللي هو الطبيب اللي هو المتخصص في الامراض او الاطباء. راهم ربي انزل الداء وانزل لكل داء دواء، فالتمسوا الدواء عند الاطباء. كنمشي عند طبيب مختص وكان يكشف عني، والطبيب بطريقه علميه غيدير التحاليل، غيدير الفحوصات، وغادي تبين المرض. داكشي علمي بالواضح. دابا كاين تطور تكنولوجي في الاجهزه، غنعرفوا المرض فين كاين وفين وصل والى اي مدى غادي، والطبيب كيحاصرو كيعطيك الدواء. لكن كاين هناك بعض الاجسام اللي عند المرض خفي، الطبيب كيدير الجهد ديالو وكيدير التحاليل والسكانير وكيدير ليغام، ولكن كيبان المريض باقي مريض. هنا كيجينا التقدير بان المرض قد يكون سببه نفسي. وفعلا كنلقاو بان المجتمع ديالنا بدات كتظهر عندنا الظواهر ديال الامراض النفسيه. المجتمع المغربي الى وقت قريب كان شبه خالي من الامراض النفسيه. الناس كانوا بلندي، فيهم الصبر وفيهم اليقين، وكان التجمع العائلي، وكاين الدفء الاسري، وكاين الناس بعضياتهم عندهم القناعه ومعلق قلبه بالله تعالى، وما كاينش ديك الافكار ديال المقارنات في الدماغ. كان المجتمع مرتاح. اليوم كنلقاو المجتمع ديالنا غادي نحو واحد الظاهره اللي انتشرت في اوروبا، سبقت لنا اوروبا. اوروبا وامريكا والدول الغير المسلمه عندهم ازمات نفسيه كثيره. حتى في العالم الغربي في السويد وما غيرها كيلقاو عدد المصحات النفسيه اكثر بكثير من المستشفيات على الامراض العضويه. ونسبة الانتحار كثيرة، والناس كيعيشوا حياة بائسة ما أكثرهم. عنده النعيم كيقول لك أنا بائس، جميل، وسيم، شباب، جيبو عامر بالفلوس، عنده شواهد علمية، في الويكاند كيمشي لأحسن المراقص الليلية، وملي كيصبح في الحال
يصبح كئيب وحزين ماله. هذا الشيء كله غير متاع الدنيا قليل، ما عمرش قلبه بحب الله واليقين، وما ربش قلبه بالإيمان بالله. العلاج هو هذا. في المجتمع ديالنا كنلقاو بعض الناس ولا الحضور ديال الفكر الديني عندهم ضعيف، كتلقى العائله متدينه ولكن واحد الفرد من افراد العائله الله يحسن العوان تصاب بشدائد، جاتو ابتلاءات، جاتو ضغوطات. الا ما لقاش اللي غادي يساندو ولا ما لقاش اللي غادي يصبرو راه كيبقى يزيد في هذه الضغوطات وهذه المعاناه. مع الوقت كتطور كيوقع له انهيار عصبي. حنا اش كنقولوا في الغالب؟ كنقولوا راه عنده المس، عنده الهويش، شدوه المسلمين وكنسبوها في المسلمين حتى هما دائما متهمين وهم ابرياء براءة الذئب من قميص يوسف عليه السلام. كتلقى داك المرض النفسي اش محتاج هاد السيده غالبا في الغالب لالا مريم الاخت ديالك ربما لقات ضغوطات نفسيه من المحيط ديالها، ربما هي كانت مكبله بتقاليد وعادات حشمي سكتي، لقات في القرايه ما توفقاتش، في العمل ما لقاش العمل، الزواج باقي ما جاهاش، الناس ما وقروهاش. هي عندها طموحات، عندها رغبات، عندها امال ما وصلتش ليها، وكتلقى النقد هذا الضغط اليومي واحد على واحد اش كيؤدي؟ كيؤدي الى تربيه عقد نفسيه، ودوك العقد النفسيه فيما بعد كيعود الانسان كيفقد الوعي ديالو. كنقولوا راه عنده البس وراه عنده امراض نفسيه. اول حاجه باش العلاج ديالو باش كيبدا كنوصيو المحيط، الاسره والعائله والاحباب، كنقول لهم تهلاو في ذاك المريض، تهلاو فيه، حيدوا جميع ديك الثقافه اللي كانت عندكم من قبل ديال الحقوق وخصك ولازم، حيد الشيء كله، هذه الاوامر حيدوها، خلي غير المحبه، خلي غير العناق، خلي غير الكلمه الطيبه، خلي عندك غير العطاء، خلي عندك التضحيه. قول لي واخا اللي قال، قول لي واخا، سير معاه، ما تسد عليه الابواب حتى هو يتخنق بالقيود ولا وممنوع ولا يجوز. افتح لي الابواب، خليه يشعر بالتنفس وخرجوا. السفر جميل، سافروا تصحوا كما جاء في الحديث. ذاك المريض يخرج العطله دابا، يخرج في البيكان، منطقه بحريه، منطقه ساحليه، منطقه جبليه، منطقه ربيعيه، نمشي مع العائله ننزاها نفرح وما نبقاش نجبد الماضي ونحكر على بعض الخطايا او الاخطاء. غتلقى داك المريض اللي يتنفس بوحده، ومن بعد هو داك المريض خاص اللي يقنعو بانه علاش غنمرض نفسيا؟ انا عندي الله سبحانه وتعالى مرض نفسيا. اللي كيمرض نفسيا كنقولوا بان ايمانه خاصو يراجعو. هاد القضيه كلها راه مرتبطه بالزاد. ملي يكون عندك الزاد الايماني حتى ما تشد فيك، ممكن نتقلق اليوم وغدا وبعده، ولكن سرعان ما ازول، نتحكم ونتقوى وما نخلي حتى حاجه تشد فيا. باش بقوه الايمان واليقين باش غيجيني الوضوء، الصلاه في وقتها، حضور الجماعه، تلاوه القران الكريم، حضور مجلس الصالحين، هذا الشيء كله كيؤدي الى قوه الايمان واليقين. ثم كما ذكرنا هو ان الانسان يلفظ جميع متاع الدنيا ويتسنى صندوق التعويضات الالهيه، أن ربي عز وجل غادي يعوضو، غادي يعوضو. يوقع اللي يوقع، عندي يقين مليار في المئة بأن ربي عز وجل سوف يعوضني في الدنيا قبل الآخرة. هذا كتسمى صندوق التعويضات الإلهية اللي تكلمنا عليه في أول الحلقة. وفعلا بهذه النية وهذا التفكير غتلقى بأن الوجود ينفعل بالجود، وغتلقى بأن أبواب السماء تفتح، وغتلقى بأن كل يوم يكتب لك قدر جميل، وغتلقى حياتك الحمد لله كلها طيبة، تسير بخطى ثابته، وتلقى الادوار الالهيه، وتشعر في القلب ديالك بالرحمه، وتشعر بالقلب ديالك بالمحبه، وتشعر بان الحمد لله الرزق ما يخطاكش غير القليل، وكيجعل في الله بركه كثيره. لاله مريم اسال الله الواحد الاحد ان يشافي اختك، الله يشافيها، الله يعافيها، الله يداويها بدوائه. اللهم يا ربي ارزقكم جميعا ازواج صالحين، ويبشركم بذريه طيبه، ويجمع الشمل ديالكم ويسعد القلوب ديالكم. واخيك الله يفرج عليه الامور ويعطيه شي عمل يكون مبرور، عمل تعبه قليل ورزقه وفير. واسال الله تعالى ان يجمع شمل الاسره ويعلي درجاتكم ويبلغكم مقصودكم. يا ربي كل من قال امين ارزقه مثل ذلك وزياده. قولوا معنا امين. امين امين يا ربي يا كريم. وغنت
تحولوا أيها الأحبة الكرام من تطوان إلى أين؟ إلى إقليم وجدة مع لالا صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كي داير سي الطيب؟ لاباس عليك. الله يبارك فيك لالا صباح. الله ينورك سي الطيب. والله ليلى ديما كنتسنتولك وفرحانين حق الله. أكرمك الله لالا. الله يكثر رجال بحالك والله القاسم. حفظك الله بنتي. في الحاجة أنا يا عندي 33 عام في عمري. إيه بنتي. وكنطلب منك ومن المستمعين يعني كاملين هما أولادهم كل شيء بغيتهم يقولوا آمين. يا رب. يعني أنا كاع اللي كيبغي الدعوات كنقول آمين، اللي كيبكي كنبكي معاه، المهم حتى أنا جا دوري بغيت كل شيء يقول آمين. إن شاء الله بنتي صباح. بغيت كدعي معايا ربي يكتب لي شي ود الناس يكون مرضي ومهدي، يعني راجل ديال الصح ديال المعقول. إن شاء الله بنتي يا رب. ودعي مع خواتاتي المزوجين ربي يسعدهم زواجهم، ودعي مع خوتي ربي يحفظهم ويبعد عليهم طريق الشينة. يا رحمن يا رحيم. ودعي كاع مع أمة سيدنا محمد كاع اللي بلي اللي مريض، المهم كاع كاع اللي كيتمنى شي حاجة في حياته الله يوفقه. اللهم آمين. يا رب بنتي صباح. يا ودعي مع والدي بزاف ربي يطول لهم عمرهم تيفرحوا بينا ويشوفونا نولدوا ولادنا ويفرحوا بينا. دعي مع والدي بزاف. يا رب بنتي صباح. شكرا لك بنتي، شكرا لك. حافظك. نعم لالا. اعطيني الرقم ديال الكيلاج على خاطر. مرحبا مرحبا، انا غندوزك الستوندار ان شاء الله ويعطوك الرقم بنتي صباح ان شاء الله نتواصلوا فيما بعد. حفظك الله ورعاك الله بنتي صباح. ولالا صباح راهي عارفه بان القيمه ديال الدعاء، الدعاء واحد النعمه عظيمه. الا كنا نعجز عن تغيير واقعنا بالاشياء الملموسه، عندنا واحد الواقع فيه شدائد، فيه صعوبات، واحيانا نشعر بالعجز على مواجهة هذا الواقع اللي هو بين قوسين مرير في بعض الحالات. كيف السبيل لكي نصل إلى الرغبات المنشودة؟ أسهل طريق، الضعفاء بحالنا يلجؤوا إلى الله تعالى، فإذا لجأوا إلى الله صاروا من أهل الله وصاروا هم الأقوياء. لالا صباح تعلم قيمة هذا الدعاء لأن فيه كرامات كثيرة، فيه مغفرة، فيه ثواب، فيه أجر وفير، وفيه تحقيق العبودية لله، وفيه نيل المطالب بأقل الأتعاب، ذلك فضل من الله. فأسأل الله الكريم لالا صباح، الله يكمل لك الرجاء ويسعد القلب ديالك. أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يجعلك من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله الواحد الأحد لالا صباح أن يرزقك الزوج الصالح، ويعطيك الله تعالى الذرية الطيبة، ويعطيك الله تعالى جميع ما كتمني. انت كتقولي امين مع الناس، غنقول لهم جميعا قولوا امين مع لالا صباح. امين امين. اللهم يا ربي علي شأنها وحقق رجاءها وبلغ مقصودها يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. قولوا امين. وكنبغي نخبر بان مجموعة ديال الاحباب اتوا باوراق جو الإداعة، يقولوا بانهم كيتصلوا بالهاتف لكن الهاتف ما كيقبضش لهم نظرا للاكتضاض على المكالمات الهاتفيه. حنا كنحرصوا اننا ناخذوا من كل مدينه مكالمه، لان عندنا 6 ديال الخطوط غير اليوم، راه خدينا مجموعه تبارك الله مكالمات، خدينا الصويره، قرسيف، ارفود، القنيطره، الدار البيضاء، تطوان، وجده، ومعنا مازال لائحه طويله ولكن الوقت ضيق. بعض الاحباب بعثوا واحد المجموعه ديال الاوراق، منهم الاخت فوزيه من الدار البيضاء كتقول بان 11 سنه وهي متزوجه وانها لم ترزق باولاد لحد الساعه، وكتطلب من المستمعين واحد الدعوه ديال الخير. اللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عظيم، اللهم اختنا فوزيه عجل لها بالفرج، اللهم ارزقها الذريه الطيبه، اللهم ارزقها التوأم. يا من رزقت إبراهيم على هرم، يا من رزقت زكريا على كبر، اللهم ارزق أختنا فوزية درية طيبة وبشرها بحمل قريب. اللهم أمين يا رب يا كريم. والأخ عبد الكريم الكريمي والوالدة ديالو حكيمي الحاجة الزهرة أيضا واحد دعوة ديال الخير. أسأل الله تعالى أن يجمع شملهم ويرفع مقامهم ويهدئ سرهم، وأسأل الله الواحد الأحد أن
كل ما في قلوبهم وضمائرهم الله يعجل بالفرج. معنا مكالمات كثيرة فيها الدعوات، ولكن غنبقاو مع فاصل قصير ونديروا دعوة شاملة كاملة، وغنطلب من السادة المستمعين جميعا يؤمنون، فالتأمين يفتح به الله تعالى أبواب السماء، ويباهي بنا الله الملائكة ويقول لأستجيبن لكم ولو بعد حين. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا دعيت به أعطيت. اللهم يا أكرم الأكرمين، فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما غانما معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب العالمين، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر وسوء ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مسجونا إلا سرحته، ولا مولودا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم احفظنا جميعا بما حفظت به الذكر الحكيم، ورعانا بما رعيت به القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا مرشدا، وفي القبر مونسا، وإلى الجنة رفيقا. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، نسألك يا مولانا في هذه الساعة المباركة أن تبلغنا مقاصدنا. اللهم يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى. يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. يا رب، إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم. يا رحمن يا رحيم، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. نستغفرك يا مولانا ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا مولانا، إن كنا قد عصيناك فما عصيناك تحديا، وإنما وقعنا في الخطيئة لضعفنا وهواننا، فتجاوز عنا يا مولانا، واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، يا من قلت وقولك الحق، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا رب اجعلنا منهم، بدل سيئاتنا حسنات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. يا رحمن يا رحيم، اغفر لوالدينا، اللهم واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم جميع أمواتنا من أحبابنا ومقربينا، وكل من يشهد أن لا إله إلا الله، اللهم ارحمنا وإياهم رحمة واسعة. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين، من شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اجعلهم في قبورهم من المنعمين. اللهم اجعل قبورهم
روضة من رياض الجنة واسقهم شربة ماء من حوض النبي لا يضمؤون بعدها أبدا وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين يا ربي وفقنا للصلاة وفقنا لأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة اللهم لا تجعلنا من الذين يهجرون القرآن الكريم واجعلنا من المقرئين واجعلنا من التالين ومن الذاكرين اللهم اجعلنا من المتصدقين مما رزقتهم من الحلال وباعد بيننا وبين القرش الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم احفظنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وأكرمنا يوم العرض بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بغيتي تعمل في السكون. شنو هي عزيزة؟